لو تتكلم على الاطقم التحكيميه اللي هتدير هذه المباريات، ماتش نيجيريا وغينيا مع الجنوب افريقي توم ابونجيل، ومعاه على الفار الجزائري لحلو بن براهيم. مصر وموزمبيق هيدير المباراه الموريتاني دحام بيدا، وعلى الفار بيتر كاماكو الكيني. لو تتفرج على مباراه غانا والراس الاخضر هيكون الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، وهيكون معاه على الفار الجزائري مصطفى غربال. طيب دي مباريات اليوم. بكره في مجموعه من المباريات الاخرى، انت بتتكلم على مباريات تانية فيها حكم مصري. يعني بكره مثلا ماتش السنغال وجامبيا هيديرها الحكم المغربي رضوان جيد، وهيكون معاه على الفار سمير قزاز، طاقم صفاره كلها من المغرب. لو المباراه التانية بتتكلم على الكاميرون وغينيا هيديرها الحكم الليبي معتز الشلماني، وعلى الفار الحكم المصري محمود عاشور، ومعاه كمان اي فار الكابتن محمود البن. قدامكم على الشاشه اهو، ده الطاقم المصري بكره اللي هيكون موجود في غرفه تقنيه الفيديو في مباراه الكاميرون وغينيا. الليبي معتز الشلماني حكم المباراه، وعلى الفار محمود عاشور ومحمود البنا. المباراه الاخيره اللي هي يوم الاثنين بكره، الجزائر والسنغال، هيديرها الحكم السنغالي عيسى سي، والجابوني بيير اتشو. وعند الجابوني بيير اتشو وعند مصطفى غربال، تعالوا بقى نتكلم على نقاط مهمه جدا متعلقه بطاقم التحكيم. اولا طاقم تحكيم مباراة الافتتاح، طاقم تحكيم مصر بالكامل. نرفع القبعة ونوجه الإشادة والمساندة لطاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، والمساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف، وعلى تقنية الفيديو كان محمود عاشور، ومساعد تقنية الفيديو الإيفار الكابتن محمود البنا. لازم نوجه لهم التحية، والتحية هنا ليهم على مجهودهم الشخصي ومجهودهم الفردي، مع كامل احترامي للجميع. ناس كتير هتقول لي ما دي منظومة، لا، الناس دي امبارح نجحت عشان هي اجتهدت، عشان هي اشتغلت على نفسها، واجهت صعوبات على فكرة. وانا مش من النوع اللي ممكن اروح اجيب مسؤول في لجنة واقول له مبروك الإشادة والتقييم والكلام ده كله، لازم ادي كل واحد حقه. محمد صلاح لما تألق وتعملق في الملاعب الأوروبية كلنا قلنا وقتها ده مجهود شخصي من صلاح. للأسف المجهودات دي والنجاحات دي ما بتجيش من تخطيط. للأسف، أنا بقول ده للأسف. طاقم التحكيم اللي نجح امبارح ده نجح بناء على اجتهاد شخصي من أمين عمر وأبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود البنا. ليه؟ أتذكر في إحدى المرات اللي كان فيها معسكر حكام النخبة الإفريقية المحترفين كان في مصر، وعلى هامش هذا المعسكر كانت فيه مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وقتها أنا فاكر كنت متواصل مع لجنة حكام إفريقيا، هل ممكن الكابتن أمين عمر يخرج من المعسكر ويدير مباراة القمة؟ قالوا لي يا ريت. مش قالوا لي آه أو لأ، قالوا لي يا ريت. يا ريت يخرج من المعسكر ويدير مباراة القمة. سألت وقتها مصادر في اتحاد الكرة في لجنة الحكام، هل أمين عمر مرشح؟ قال لك لا بعيد. مين يا جماعه مرشح؟ قال لك لا، حكم تاني مش امين عمر. طب ما ادوا مسانده للحكم المصري. الحاجات دي بترفع من المعنويات وبتبقى سبورت قوي جدا مع لجنه حكام افريقيا. قال لك لا، بيريرا ليه وجهه نظر تانيه ولجنه الحكام ليها وجهه نظر تانيه. ده واحد. السنه دي، وده رقم اتنين، احسبوا عدد المباريات اللي ادارها امين عمر واللي لعب فيها ابو الرجال واحمد حسام طه من اول اسبوع الاول لغايه الاسبوع ال11. لو لقيت حد فيهم وصل لاربع مباريات او خمس مباريات يبقى عندك حق. بل بالعكس، هتلاقي في الفتره دي اتوقف امين عمر، في الفتره دي ابو الرجال خد مباراه ما بين الاولى والثانيه لمده شهر فاضي ما بياخدش ماتشات. الثالثه، لما الحكام الدوليين اللي بيشرفونا دلوقتي في الكوت ديفوار لما طلبوا ياخدوا مباريات كتيره عشان يستعدوا لكاس الامم، كان التعليق من لجنه الحكام وقتها اوكي هنديكم مباريات في قطاع الناشئين، تعالى دي المباريات في 2003 و2005. الحكام الدوليين كلهم رفضوا، كلهم رفضوا ما عدا كابتن طارق مجدي كان بيدير مباراه الاهلي والجيش 2003 من حوالي يومين، وبالمناسبه قناه الاهلي كانت بتذيع هذا اللقاء. ده الحكام الدوليين اللي المفروض اتحاد الكره بيدعمهم قبل السفر. عشان كده امبارح وانا باكد على فكره ان النجاح ده نجاح شخصي، اجتهاد فردي، مفيش منظومه واقفه مع الناس دي. امين عمر عنده برنامج تدريبي على مدار الشهر ما بينه وبين لجنه حكام افريقيا، مش لجنه حكام الاتحاد المصري. لجنه حكام الاتحاد المصري ما عندهاش فكره الحكام بتاعتها بتتمرن ازاي. فالنجاح ده نجاح شخصي، ده واحد. الحاجه الثانيه كمان، الدعم الاعلامي، واحنا هنا في برنامج الترند دايما عندنا دعم اعلامي قوي جدا لكل حكامنا، وحاربنا
انا بقول بنفس اللفظ كده، كنا بنحارب على استمرار حكام في القائمه الدوليه عشان اللحظه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. في ناس منهم كانت خرجت من القائمه الدوليه وكانت فعلا مش موجوده في لسته القائمه الدوليه، حاربنا عليهم عشان يكملوا، رغم ان احنا في بعض المباريات كان دايما لينا انتقاد شديد جدا، انتقاد شديد جدا ليهم، وكان في اخطاء كبيره بتحصل في بعض المباريات، ولكن احنا عارفين ان الحكم ممكن يغلط، ولكن المعدن في حد ذاته لا، حكم محترم، حكم بروفيشنال، لو سندناه ودعمناه مش هتكرر الاخطاء، وهيكمل وهيروح وهيسافر وهيكون موجود في مباراه الافتتاح، وده حصل فعلا. ولسه الفتره الجايه بكره محمود عاشور في المباراه الثانيه ليه، عنده مباراه الكاميرون وغينيا. محمد عادل غالبا هياخد مباراه على نهايه هذا الاسبوع في مباراه ثانيه ليه. الجوله الاولى مش هتعدي الا لما يكون السبع حكام المصريين في البطوله بيحكموا سواء في الملعب او في الفار. انا باكد لكم الكلام ده. وليه باكد الكلام ده؟ فاكرين برنامج الترند لما انفرد ونشر تصنيف حكام افريقيا قبل انطلاق كاس الامم؟ وقتها قلت لحضراتكم التصنيف ده اللي على اساسه هيتم الاختيار في مباراه كاس الامم، وبالفعل كل لحظه اتكلمنا فيها على التصنيف اللي انفردنا بيه ده اللي بيحصل دلوقتي في التعيينات. محمود عاشور بياخد مباراتين لانه من اهم حكام الفار في كاس الامم. النهارده لو تتفرج تلاقي رضوان جيد اللي موجود في قائمة حكام النخبة حكم ساحة وحكم فار، لما اتحط في قائمة كأس الأمم محطوط حكم فار، ولكن النهاردة الكاف بيستعين بيه حكم ساحة، حكم ساحة. وده يخلينا نرجع لجزئية اتكلمنا فيها قبل كده، ادي لحكامك شارة الملعب وشارة الفار، لأن ممكن يتم تصنيفه بناء على الشارة دي. رضوان جيد مصنف في كأس الأمم حكم فار فقط، ولكن تم الاستعانة بيه في الملعب بكرة، تم الاستعانة بيه في الملعب بكرة. نفس الأمر على مصطفى غربال، متصنف في حكام كاس الأمم إنه حكم ساحة، ولكن ارجع لقائمة التصنيف الأساسية اللي الكاف بيشتغل عليها، بيديله مباريات فار وبيديله مباريات ساحة، والنهاردة مصطفى غربال موجود حكم فار. نفس الأمر سمير القزاز موجود في البطولة حكم ساحة، لكن النهاردة أو بكرة مع رضوان جيد موجود حكم فار. إيه الفرق؟ قائمة الحكام المصنفة اللي كنا استعرضناها وانفردنا بيها على شاشة قناة الأهلي كانت فيها أسماء حكام مكتوبة باللون الأزرق ومكتوبة باللون الأسود. اللون الأزرق ده يحكم ملعب ويحكم فار، اللون الأسود بس يحكم ملعب. أمين عمر عشان متسجل باللون الأسود حكم ملعب بس، وامبارح كان موجود في افتتاح كأس الأمم. لكن مين اللي متسجل في القايمة دي أزرق وأسود؟ عد معايا، مصطفى غربال، بيتر قماكو اللي النهارده هيكون موجود فار في ماتش مصر وموزمبيق رغم ان هو في كاس الامم محطوط حكم ساحه، النهارده هيكون حكم فار مع الحكم الموريتاني دحام بيدا. مين تاني متسجل ازرق عندك كمان غير بيتر قماكو ومصطفى غربال؟ عندك رضوان جيد، عندك سمير قزاز، عندك هيثم قيرات، الحكام ده هتشوفوها في الملعب وفي الفار. عندك محمد عادل متصنف في افريقيا حكم ساحه وحكم فار، رغم ان الليست عندنا الدوليه في مصر محمد عادل مش معاه شاره الفار، معاه شاره الملعب بس. التصنيف اللي استعرضناه قبل كده ببرنامج الترند هو النهارده اللي بيتم الاختيار على اساسه في مباريات كاس الامم. عشان كده احنا الفتره الجايه كل ما يكون في جديد في التعيينات وفي تشكيله التعيينات هنقول لحضراتكم الكاف بيعين الحكام ازاي، وركزوا على تصنيف الحكام. هتلاقي الحكام المصنفه تصنيف اول سواء في الاليت اي او في البروفيشنال هم اللي بيديروا مباريات الجوله الاولى، هم اللي موجودين في الملعب وفي الفار، هم اللي موجودين في الملعب وفي الفار. هتلاقي دحام بيدا، هتلاقي مصطفى غربال، هتلاقي امين عمر، هتلاقي محمد عادل، هتلاقي محمد معروف. وبعد كده هيبدا بقى تدي المباريات السهله للحكام الاقل في التصنيف، وبعد دور المجموعات تبدا تفلتر وتختار المجموعه المميزه اللي هيكملوا معاك البطوله. البطوله دي مهمه جدا لان بناء على النتائج في هذه البطوله هيتم اختيار حكام كاس العالم 2026 في الولايات المتحده الامريكيه. ده جانب مهم جدا عن ملف التحكيم، لان اللي بيحصل فيه يوميا تاكيدا لكل خبر وكل انفراد قلناه قبل كده لما نشرنا قائمه المصنفين في المحترفين وفي الاليت ايه.